السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضع زر لايك للفيديو ليصلكم كل جديد. تابعوا الفيديو حتى النهاية. يوسف بليلي يتلاعب بلاعبي بوركينا فاسو يمتع الجمهور الجزائري. صنع الدولي الجزائري يوسف بليلي الحدث في مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو خلال الجولة الأخيرة المؤهلة للملحق المؤهل لكأس العالم قطر 2022. وخلال مواجهة بوركينا فاسو شاهدوا لقطة يوسف بليلي حيث تلاعب بمدافعي هذا الأخير الواحد تلو الآخر بطريقة عالمية تبين إمكانياته الفنية الكبيرة واللياقة العالية التي يتواجد فيها حاليا اللاعب يوسف بليلي محبوب الشعب الجزائري. وساهم يوسف بليلي في الهدفين اللذين سجلهما المنتخب الوطني ضد بوركينا فاسو يؤهل المنتخب للملحق القادم الذي سيلعب في مارس. شاهدوا هذه اللقطة لابن الباهية وهران حيث قام بإسقاط المدافع البوركينابي والذي لم يستطع على إيقافه مثل ما يظهره الفيديو أدناه. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتعس اللايك للفيديو ليصلكم كل جديد.